vaste sujet, vaste programme. انا نظن باللي في بلادنا ما كانش حاجه في البلاد، يعني مهما كان بالك حتى الهواء اللي نشموه اللي نتنفسوه اللي موجوده في اخلاقنا، بالاخص في اطار النظام قد الرشوه. الرشوه وين تروحوا تلقاوها؟ انا نشفى ما كانش بزاف في السبعينات، كانت شويه رشوه كنسمعوا بها، بصح عمرنا ما شفناها هكا، يعني درك عادي يعني. الرشوه ولات حاجه اللي تقريب مش عيب وتقريب حتى مش حرام، مادام الناس درك عادوا بصور الرشوه راحوا للحج، والله يبعث باباه للحج، بصور الرشوه يزوج ولده، بصور الرشوه هو وشهار، يعني شهار عنده مثلا شهريه اللي تقدر تكفيه باش يعيش، ولكن تلقاه يبني لك فيلا، يعني في لوت تيرا اللي سوا مليار المتر كاري، وفيلا تسوا 10 ملاير ولا 20 ولا 30، وهو عنده اجره اللي لربما يكون يخدم الدهر كامل ما يجيبش يبني حتى الريتشوسيه ولا، وما يخافش يبنيها نورمال. ما كانش اللي يجي يطالبوا ولا يقولوا يا سي محمد منين جاوك صورت، تقدر تحاسبنا منين جاوك، ربحت في اللوطو لقيتهم مطيشين، علاه ما يخافش خاطرش على بالو باللي اللي فوقه اكل مرطشين اكل. ما تقولوش مثلا لا كاين ضعف، لا سامحني كاين ضعف في هذا السيستم، هذا في الريجيم ما كانش نظيف هذا الريجيم، خاطرش هذا الريجيم لما يدخل واحد نظيف في وسطه يحبس الماشينه تعود ما تدورش. نعطيكم مثال بسيط، اليوم العداله مثلا، يجي واحد قاضي ماجيسترا يسميوه في قال روح في ولايه الفلانيه راك بروكيور لا جوج انستركسيون ولا سيد نظيف نزيه ولد عائله جاي قال لك انا نخاف ربي وانسان نعيش قد في حياتي ما ناكلش الرشوه، نخدم كيما قراوني كيما قريت في الجامعه ونعدي ونأدي بالعهد لو سيرمون، انا حلفت باش نكون قد بون. يوصل اسيدي هذا السيد هذا يعيط له فلان، الو اني بعثت لك فلان وكاين واحد القضيه ماذا بك، يقول له يا اخي كيف انا ما نجمش السيد هذا تدعي القانون، يعيط له الاخر يقول له يا ولدي فلان عندنا ولدنا مسكين غلط تعدى على واحد ناس وكذا ودار كارثه ولكن غلط وصغير وماذا بيكش كيف ترونجي له القضيه، برك طلقوه ما تحكموش يعني ما تعقبوش ما تحكموش تنهار ولد سي فلان، كيف راح يدخلوا للحبس؟ نفرضوا نقولوا هذا القاضي هذا ما يستعرفش يخدم خدمته قد ما يقعدش سمانه، يلقاو له حل تو تسويت، سوا يهزوه يطلعوه منصب باش ما يقولش محقروني، منصب كولوار اللي ما عنده حتى دخل في في لو سيركوي، والا يليكيديوه بصفه ولا باخرى، يا يدير له اكسيدون يا يشريوها له ليسونسيوه يا هذا. نعطينا مثال تاع قاضي، مثال تاع والي، مثال تاع وزير، وكل تولي بوست كلي دو بيي لازم الانسان اللي يدخل يفهم قواعد اللعبه. وعلى هذيك انا ندير لكم ملاحظه في هذه، على هذيك لو دي ار اس لا سيكوريتي ميليتير، على بين الخطوط الحمراء اللي قالوها البوتفليقه قال له اتونسيون ترى راك رايس دير واش تحب، وشي كاين خطوط حمراء نتاعنا عمرك ما تتعداها. من الخطوط الحمراء هذه كان واحده نقولها لكم، قالوا له تو لي كادر دو لا ناسيون لو كان ما تعودش عندنا احنا في لافيش تاعنا اوكي ما تنجمش تسميه مثلا امباسادور ولا وزير ولا بي دي جي تاع الجيلي ولا بي دي جي تاع سوناتراك ولا مهما كان ولا والي ولا لو كان ما نقولوش احنا داكور
يعني كي تجي تشوف في الحساب على الاخر تسمى هما اللي يخيروا في الناس. مثلا بوتفليقه يدير هذا يقولوا له نو، ناحي دير واحد اخر، نو دير واحد اخر، حتى يقولوا هما وي صافي دير، هما اللي يخيروه. وعلاه هذه النقطة هذه الحساسة هذا لا لينيولوج هذه الخط الأحمر باش يديروا الناس في لي بوست كلي تاع البلاد كاملة، باش واحد غدوة ما يكون وزن باش يقدر يخرجها من الميدان. لازم الناس الكل تكون كيفهم. لا ربما في نونكات، لو كان يديروا نونكات على انسان موظف سامي، يعني هو فونكسيونير ولا جيستيونير دو سيكتور بيبليك دو تري او نيفو، لا ربما لو كان يلقاوه نزيه 100% ما يعجبوش. مش لا ربما سي سور، يعني نقولوا برك الحصول لا كوريبسيون اليوم الرشوه راهي كلاتنا في بلادنا. توصلوا الناس حتى باش يروح يجبد عقد زياده لازم يبدا رشوه. جدارمي يحبسك درك، يحبسك في الطريق باراج، على لحقك يوصل يقول لك السلام عليكم خويا تعشينا ولا لي زيميغري كي يروحوا من فرنسا للبلاد يحكيو لنا اكل، يحكيو قصه واحده يقول لك كره عندنا ما نمشيوش بالطوموبيل بالسياره تاعنا، ما كانش باراج ما يحبسوناش، وما كانش باراج ما يقولكش اعطينا نتعشى ولا اعطينا نتغدى ولا سلكنا كذا ولا اعطيني ديزور. لا هذه يعني يقول الناس على الغرب عندهم مثال مليح، يقول لك اذا يعوج الخط من الفرد الكبير. الخط هو الخط تاع الحرث بكري، يحرثوا الناس بزوج فراد ولا بزوج حاشاكم بغال ولا لازم الخط يمشي قد قد، والاخر كيعود يحرث ما يفيقش باللي الفرد الكبير كيعود هو القوي يجبد الضعيف ويعوج الخط. هكاك احنا الخط عواج من الفرد الكبير من فوق وجاي هابط اون بيراميد شكالا باز ولا دروكا اليوم حتى الناس. وهذا هو الشيء اللي اليوم واعر واللي خطر لبلادنا، ولاو الناس في الاسلوب نتاعهم في القيم نتاعهم في النظرة نتاعهم للمجتمع الناس فزتوا. عادي يقول لك المهم القفزة، المهم لازم لك الدراهم، المهم لازم لك، مهم سامحوني لازم لك اون فيلا بيل فواتور بوكو دارجون لا فريم، لازم لي فالور دو سيستيم. ولا مثلا انسان المثقف ما عندوش قيمة، انسان ولد العائلة اللي يحشم ويقدر وكذا هذاك مش قفز، الانسان اللي محترم يعني وما يقبلش العوج ولا كذا هذاك يولي انجينير. ولاو ولي الشعب الجزائري ولا القيم نتاعو تغيرت فزدت السوسون التيغي لي فالور دو بوبل الجيريان. يعني قلت لكم على الاول قلت لكم عاد الواحد يروح يحج بيت ربي صور درشو وعند روحه ما دار حتى حاجه عيب. توصلوا حتى صور الرشوة مثلا في تبسة يسميوها الحنانة، ما حدش يقولوا القهوة ولا التشيبا يسميوها الحنانة. المهم وهذه الرشوة هذه في 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 استطاعتنا نكافحوها بشي نقدروا عليها، ما لازمش نمدوا الرشوة. ولازم واحد كي نشوفوه مرتشي وعايش فوق المستوى نتاع الشيء اللي يدخلوا صح، لازم هذاك مش نقول له سي فلان ونحترموه، لا بالعكس لازم نحقره، لازم ننظروا ليه بنظره نتاع انسان اللي مش نظيف، اللي مش قد قد، اللي مش في حل، اللي مش راجل، اللي ما عندوش شرف. والانسان هذاك اللي مش عيب اللي يدير الدراهم، بالعكس اللي يدير الدراهم ويقدر ينجح بصفه نزيهه بخدمته بالعبقريه نتاعو، كونترير هذاك الانسان لازم نستعرضوا به ونصفقوا له. ولكن الانسان اللي ما يحبش يولي مرفه ولا اللي ما عندوش استطاعه ولكن باقي نظيف وما يلوحش يده في الوسخ باش يوكل ولاده بصور الرشوه، هذاك الانسان لازم نستعرفوا به. وشكرا، مره جايه ان شاء الله.